بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنين. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. مرحبا بكم في كلية الزهراء للبنات. سلامتكم هي أولويتنا. في حالة الطوارئ في حرم الكلية ستقوم الكلية بتنفيذ خطط إدارة الطوارئ. من أجل سلامتكم يرجى ملاحظة جميع أبواب مخارج الطوارئ لاستخدامها في حالة احتجتم لمغادرة المكان. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن أي نشاط أو سلوك مشبوه تلاحظوه عن طريق الاتصال بالخط الساخن للطوارئ التابع للكلية على الرقم 24512888. ويرجى ملء نموذج الإبلاغ عن الحادث ووضعه في الصندوق المخصص له الموجود عند مدخل المبنى أو عبر الإنترنت من خلال موقع الكلية www.zcw.edu.om. في حالة نشوب حريق قوموا بتحديد أقرب مطفأة حريق، وإذا لم تتمكنوا من إطفاء الحريق بأمان فعليكم مغادرة المبنى فوراً. من خلال أقرب مخرج للطوارئ والتوجه إلى أقرب نقطة تجمع محددة في حرم الكلية. يمكنكم الرجوع إلى خطة الطوارئ لمعرفة أماكن مخارج الطوارئ، طفايات الحريق، نقاط التجمع. يتواجد مكتب الصحة والسلامة والبيئة في الموقع لمساعدتكم في أي أسئلة. كما يمكنكم أيضاً الاتصال برقم الدفاع المدني 9999 في حالة الطوارئ. مع كلية الزهراء للبنات تميز وإبداع ومستقبل واعد. يا رب يا رب أن تسعدهن وتوفقهن وترزقهن وتجعل لهن حبل ونور من لدنك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والحمد لله القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على المعلم الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أنبو سعيدي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، راعي الحفل، أصحاب السعادة، الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة، الأفاضل أعضاء مجلس أمناء كلية الزهراء للبنات، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أولياء أمور الطالبات، أيتها الخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء الذي أشرقت فيه شمس المعرفة وتفتحت معها زهور العلم، يسرنا أن نرحب بكم في حفلنا اليوم، حفل تخريج الدفعة 19 من طالبات كلية الزهراء للبنات لدرجات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم. كما يسرنا أن نرحب بالحضور الكريم. من السعادات التي لا تتكرر أن نرى وجوه الخريجات وقد امتلأت فرحاً وهن يجنين ما غرسن ويفتخرن بما أنجزن بعد تكبد عناءات الدراسة والصبر عليها، وما فاضت سماء هذا المساء بمثل ما تفيض به الآن من الابتهاج بما تحقق والفرحة بما أنجز. فهنيئاً بملء القلب وهنيئاً لأولياء أموركن الذين لا تقدر فرحتهم بثمن، وهم يرون فلذات أكبادهم ورياحين قلوبهم في هذا الموقف البهيج. وهنيئاً لهذا الوطن المعطى هذه الثلة من الخريجات. أيها الحفل الكريم، لقد انطوت صفحات العلم المشرقة، صفحات كانت مليئة بالجد والاجتهاد، وجاءت لحظة التتويج لنودع فيها أصدقاء وأساتذة قضينا معهم أوقاتا لا تنسى، لننطلق إلى أحلام جديدة مودعين هذا الصرح العلمي الشامخ عبر منصة التخرج التي حولت الحلم إلى حقيقة، لننطلق إلى سبيل تحقيق أحلامنا واقتناص فرصة النجاح والتخرج. بقلوب ملؤها الأمل نرسم لأنفسنا مستقبلا مشرقا، فتستنير غرف العلم بمصابيح المعرفة حينها تتألق كليتنا كلية الزهراء للبنات تألقا لافتا في عيون الإبداع. قف يا زمان المجد، مجدك ها هنا، عقد أضاء ملامح الحسناء فإذا بها تزهو بأجمل حلة وبعينها ترنو إلى العلياء، فتحذرا عيها لكل متيم طلب العلا شوقا إلى الجوزاء. هذه عروس الجامعات، هذه عروس الجامعات تألقت كالبدر حسنا في دجى الظلماء. والآن يسرنا أن ندعو الدكتور مسلم بن علي بن سالم المعني عميد كلية الزهراء للبنات لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أبو سعيدي المحترم وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، أصحاب السعادة المكرمين، أعضاء مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة كلية الزهراء للبنات، رئيس مجلس الأمناء، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الأمناء، أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالكلية، بناتنا الخريجات، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بهذه الآية القرآنية العطرة
أرحب بكم في كلية الزهراء للبنات، وهي تحتفل الليلة بتخريج كوكبة من خريجات الدفعة 19. لقد تأسست كلية الزهراء للبنات في العام 1999 ميلادية، ومنذ ذلك التاريخ وهي ترفد سوق العمل والمجتمع العمانيين بخريجات حملن لواء العلم وتسلحن بالمعرفة، انطلاقا من رؤية الكلية ورسالتها النبيلة في نشر العلم والمعرفة في مختلف التخصصات، ومستمدة رؤيتها من فكر مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أكد من أول خطاب له ألقاه في 11 من يناير لعام 2020 على أهمية التعليم، كما أن دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية يأتي استلهاما من فكر جلالته واهتمامه البالغ بالمواطن العماني ورؤيته الثاقبة لمستقبل عمان، إذ أكد جلالته في أول خطاب له على الاهتمام بالإنسان العماني من خلال رسم معالم المشروع السياسي الذي تبناه، مستندا إلى تفاصيل الرؤية الوطنية عمان 2040. حضورنا الكريم، لقد عكفت كلية الزهراء للبنات على مدار الثلاث سنوات الماضية على التركيز على الجودة، فاتخذتها نهجا لها وسبيلا لن تحيد عنه، فأدخلت الكثير من السياسات والإجراءات الأكاديمية والتي بلا ريب كان لها الأثر البالغ في ترقية منظومة الجودة بالكلية. ولعل ما يميز احتفالنا هذا العام أن الكلية حصلت على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبحصولها على هذا الاعتراف الأكاديمي فإن الكلية لن تتوانى أبداً ولن تدخر جهداً في تطوير منظومة الجودة، كما أنها عاقدة العزم على مواصلة مسيرتها لتكون واحدة من الوجهات التعليمية التي تقصدها الطالبات من مختلف أرجاء المعمورة. حضورنا الكريم، يشهد العالم اليوم تغيرات جمة تتمثل في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه من تحديات كبيرة على أنظمة التعليم ومؤسساته، وإدراكاً من الكلية بأهمية مواكبة طالباتها لمقتضيات هذا العصر، فأود التأكيد أنها قد بدأت بمراجعة كافة برامجها الأكاديمية، وسترون عما قريب إدخال برامج أكاديمية نوعية تواكب تطورات العصر من ثورة رقمية وذكاء اصطناعي، كما أنها عازمة على طرح برامج دراسات عليا مثل برنامج ماجستير إدارة الأعمال الرقمية وبرنامج ماجستير الحقوق، إضافة إلى برامج دراسات جامعية مثل برامج الذكاء الاصطناعي في المحاسبة وبرنامج بكالوريوس الوسائط الرقمية وغيرها من البرامج الحديثة، والتي ستكون قيمة مضافة لها في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. حضورنا الكريم، إننا نعيش اليوم تغيرات على مختلف الأصعدة، علمية واقتصادية واجتماعية وفكرية، ورغم أن الكلية قد أجرت الكثير من الإصلاحات على مدار الثلاث سنوات الماضية، إلا أنها لا تزال متمسكة بقيم المجتمع العماني الأصيل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ونحن اليوم نقطف ثمرة لشجرة طيبة ارتوت بماء عذب من نهر ديننا الإسلامي الحنيف الذي حظ على العلم من أول سورة نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء بقول النبي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولما كانت المرأة هي أساس المجتمع، فلقد سخرت الكلية كل إمكاناتها ليس في التعليم فحسب، وإنما في غرس مكارم الأخلاق لدى طالبات الكلية، حتى تبقى دائما المثل الأعلى الذي تفخر به الكلية ويفخر به الآباء والأمهات الذين بلا شك سهروا على راحتهن ليصلن إلى ما وصلنا إليه اليوم
بفضل التربية المخلصة لهن. لذا يحق لكافة أولياء الأمور من آباء وأمهات أن يتفاخروا ببناتهم هذه الليلة وهن يتخرجن من هذه الكلية العريقة، فهنيئا لهم أخلاق بناتهم العالية، وهنيئا لهم التحصيل العلمي العالي. ختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على تفضله برعاية هذه المناسبة، كما أود أن أشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة ليحضروا هذه الليلة ويشاركوا الكلية في تخريج هذه الدفعة، كما أود أن أقدم شكرا خاصا إلى مجلس إدارة الكلية وعلى رأسهم الأستاذ حسين بن محمد آل صالح رئيس مجلس الإدارة على دعم المجلس اللامحدود للكلية وعلى إنجاح مسيرتها العلمية بتخطيها أكثر الأزمات التي مرت بها الكلية في تاريخها. كما لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أشكر زملائي طاقم الكلية الرائع من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الذين حرصوا كل الحرص على تقديم أفضل ما لديهم من خدمة لإنجاح مسيرة الكلية وتحقيق رسالتها النبيلة. وأخص بالشكر أيضا اللجنة المنظمة، فلهم مني كل الشكر والتقدير. وختاما، أود أن أشكر بناتنا طالبات المجلس الاستشاري الطلابي على ولائهن وإخلاصهن في الوقوف بجانب الكلية في مختلف فعالياتها ومناشطها، متمنين جميعا لبناتنا حياة مليئة بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأعزاء، للخريجات في هذا اليوم فرحة كبيرة وسعادة خالدة وابتسامة عظيمة، فاللحظة ملهمة والسرور متربع في القلوب. لقد جاءت هذه اللحظة لحظة التتويج لتغرق قلوبنا بالفرح وتكسو وجوهنا سعادة وتحول أحلامنا إلى حقيقة وتعبنا إلى إنجاز. والآن نستمع إلى كلمة الخريجة تلقيها عليكم الخريجة هاجر بنت جمعة السيابية نيابة عن زميلاتها الخريجات، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أضاء نوره الآفاق ورزق المؤمنين حسن الأخلاق، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. مع إشراقة نسمات الحياة في سماء الزهراء تتناثر نجاحاتنا من ثغر السماء، فنعجز أن نصف ما اختلج في مشاعرنا. لهذا نرى هذا اليوم في أحلامنا ونتحضر له بالفرح والبهجة، وننسج حوله القصص والحكايات التي ازدانت بالعلم والمعرفة. أيها الحفل الكريم، ها قد جاءت لحظة التخرج، لحظة التخرج التي انتظرناها طويلاً وأعددنا لها الفرح والأمنيات. ففي هذا اليوم أقف أمامكم بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن زميلاتي خريجات الدفعة 19 ملقية كلمة الخريجات، فتختلط المشاعر ما بين الفرح الكبير الذي كنا ننتظره وما بين الفخر الذي نراه بعيون آبائنا وأمهاتنا، وما بين شعور الثقة التي نلمسها في أعماقنا. فالتخرج بداية جميلة للحياة العملية
التي تتطلب تحديات كثيرة لأجل البدء بنجاح وعزيمة واقتدار، ولا يمكن لنا أن نصف فرحة التخرج الكبرى التي تشعل قلوبنا بالبهجة فنعجز أن نصف هذه اللحظة، اللحظة الفارقة التي أحتفل فيها معكم أنا وزميلاتي الخريجات لهذا العام. يحضر معنا الذين ساهموا بوقتهم، فإلى كل الآباء والأمهات تحية عظيمة بملء الكون، بملء تفكيرنا في مستقبل مشرق نتطلع إليه. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أنبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم راعي حفلنا الكريم، أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أمهاتنا، آباؤنا، أولياء أمورنا، زميلاتي الخريجات، أيها الحفل المبارك، باسمي وباسم زميلاتي خريجات الدفعة 19 من كلية الزهراء للبنات يشرفني أن أتقدم بعبارات التقدير والثناء إلى من أنار دربنا بالعلم والمعرفة، إلى سلطان عمان وباني مجدها وعزها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. فالعطاء والسخاء عنوانكم في دفع مسيرة التعليم والتنمية، تقبلوا منا كل عبارات الشكر والامتنان بأن نبقى دوماً أوفياء لهذا البلد المعطى. أمهاتنا، آباؤنا، أولياء أمورنا، الحاضرون منكم اليوم ومن حضروا في قلوبنا، دعواتكم وبركة بركم جعلت مسيرتنا محفوفة بالتميز والنجاح. شكراً، شكراً للذين ساهموا بقدر كبير في أن نصل إلى هذه اللحظة المليئة بالفخر والتي يحدونا فيها الأمل بمستقبل مشرق. فشكراً لك أيتها الأم، شكراً لك أيها الأب، شكراً للأخ والأخت والقريب والصديق. أساتذتنا الأجلاء، أديتم الأمانة وما أعظمها من أمانة، أعطيتمونا منهجاً في حياتنا، تعبتم ووقفتم في سبيلنا. إلى كل معلم سنبقى شاكرين لكم ما دمنا أحياء، فشكراً أقولها لكل من علمنا حرفاً، شكراً، شكراً لكل من بذل الجهد من أجل تعليمنا وصقل مهاراتنا ورسم خارطة مستقبلنا. والشكر ليس للمعلمين فقط بل لكل من ساهم في رعايتنا وخدمتنا، نتوجه لكم بالشكر فرداً فرداً، فلا يمكننا المضي دون شكركم، نشكركم من أعماق قلوبنا. أخواتي الخريجات، نقف اليوم لجني سعي ثمار الأمس التي طال انتظارها والتي باتت الأعين الساهرة تأمل حصادها. حان الوقت، حان الوقت لننطلق إلى دروب النجاح معززات بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق الآمال والرؤى. أيتها الخريجات، فلتكن وسيلتنا ونحن نسعى لتحقيق هذه الغاية أن نكون مسلحين بالقيم والأخلاق والأمثال العليا من أجل رفعة وطننا وتقدمه، فنحن أمل الحاضر والمستقبل. وفي الختام، شكراً لكلية الزهراء التي رغم تخرجنا منها ما زلنا ننتمي إليها. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضورنا الكريم، أيها الجمع المبارك، تزدان كلية الزهراء للبنات
في هذا اليوم الأغر فخراً وألقا، وهي تهدي عمان هذه النخبة المتميزة من بناتها الخريجات. أخذت على عاتقها صناعة الإنجاز وبناء الثقة ورسم طريق الأمل، فتتحول التحديات إلى طريق لمواصلة النهج النبيل لخدمة هذا الوطن المعطى. وفي ظل هذه البهجة العميقة بسمو الإنجاز ومقامات الكبرياء، يظل صوت المعرفة حاضراً وقائماً. ها قد اقتربت لحظة الفخر وحان وقت التتويج، لهذه اللحظة المنتظرة رونق نستشعره. والآن يتفضل الدكتور مسلم بن علي بن سالم المعني عميد الكلية بأن يأذن بولوج الفرح، فليتفضل مشكورا بتقديم بيان التخرج. بيان التخرج، أرجو من الخريجات الوقوف. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أبو سعيد المحترم، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس وأعضاء مجلس الأمناء لكلية الزهراء البنات، أيتها الخريجات، بعد الاطلاع على نتائج الامتحانات لكلية الزهراء البنات وبموجب قرار مجلس الأمناء لكلية الزهراء البنات وقرارات مجلس الكلية للذوات الأرقام رقم 10 لعام 2022-23، رقم 1 لعام 2022-2023، ورقم 13 ل 2022-23، قرر مجلس العمداء في جامعة عمان الأهلية منح الطالبات درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم كلا في تخصصها. أيتها الخريجات أرجو الجلوس. شكرا. أيها الحضور الكرام، أيتها الخريجات، للتخرج ذكرى لا تنسى بعد رحلة من الكفاح على هذه الخطوة التي أنجزتموها في دروب النجاح المتوجة بالطموح والمكللة بالفلاح. ها قد حانت لحظة التتويج، فتتعالى الأصوات وتمتزج الكلمات وتتحرك الأنامل لتكتب كلمات لتبقى في القلب ذكريات. والآن ندعو راعي حفلنا سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس أبو سعيد المحترم، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، لتسليم شهادات التخرج للخريجات، فليتفضل مشكورا. والآن ندعو الدكتور رأفت البطاينة رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية، فليتفضل مشكورا. خريجات قسم العلوم الإدارية والمالية للعام الأكاديمي 2022-2023، ماجستير إدارة الأعمال منال بنت عبد العزيز بن محمد الرواس، مروى بن جمعة بن عبد الرحمن الهوتية، نعيمة بنت سالم بن هاشل الهيملية، نور بنت عبد الله بن سعيد الرواس، والآن ندعو الدكتور عبد العزيز بن سعود المعمري رئيس قسم الحقوق، فليتفضل مشكورا. خريجات قسم الحقوق للعام الأكاديمي 2022-2023، بكالوريوس الحقوق الأولى على التخصص، مريم بنت عبد الله بن مرزوق الجشمية، ميثا بنت خميس بن سليمان الحسنية،
فاطمة بنت محمد بن محمد كريم. بتول بنت عقيل بن جعفر آل سيف. بدور بنت سالم بن سليمان الجلندانية. ثريا بنت سعيد بن خلفان الشماخية. أفنان بنت عبد الله بن زهران الحراسية. عفاف بنت موسى بن علي البلوشية. مريم بنت حمد بن سالم الشكيلية. خالصة بنت حمد بن حمود الحراسية. سارة بنت سليمان بن عبد الله التوبية. غالية كاظم رباح عجور. ميثم بنت هاشم بن مشيم الحسنية. إيمان بنت خلفان بن حماد الهنائية. ورد بنت خالد بن سليمان الطائية. صفاء بنت جميع بن سعيد المشايخية. رسمية بنت عامر بن خميس الحنشية. آلاء بنت علي بن محمد الكلبانية. هاجر بنت جمعة بن سعيد السيابية. إيناس تيسير علي فرحات. سارة بنت سعد بن سعيد الأغبرية. جيدة بنت محمد بن عوض المقدم. زبيدة بنت يعقوب بن سالم الجابرية. ريم بنت حميد بن سالم الحراسية. رضا بنت حامد بن سعيد المقرشية. ميا بنت علي بن ناصر المعمرية. فاطمة الزهراء بنت حسين بن جمعة البلوشية. خواطر بنت حميد بن سليم الوهيبية. شيماء بنت خلفان بن حميد الحراسية. مريم بنت عيسى بن خميس السنانية. مريم بنت أحمد بن سعيد الهطالية. مها بنت سالم بن سليم المحرزية. رغد بنت أحمد بن حمد لوهيبية. سلطانة بنت علي بن سالم المعمرية. زينب أحمد محسن. مريم بنت هديب بن مبارك الضامرية. همس بنت قيس بن راشد المخينية. إسراء من جد عجيب أبو سريع. أماني بنت إسماعيل بن محمد الرحبية. ريم قصي سلمان الفلاحي. فاطمة بنت راشد بن عبد الله المقبالية.
زينب بنت سعيد بن حمد الرواحية. أميمة بنت خلفان بن سيف الرحبية. رهف بنت فايز بن مسلم البوسعيدية. بزينة بنت سليمان بن سالم الجهورية. منيرة بنت خميس بن حبيب الغابشية. بزينة بنت علي بن حمود العامرية. عزة بنت خليفة بن حمد الكلبانية. نوف بنت نبيل بن محمود البلوشية. غدير بنت خصيب بن سليمان الحراسية. بدرية بنت بدر بن مراد البلوشية. آية ناصر عبد الحليم ناصر. طاهرة بنت سالم بن عبد الله البلوشية. فاطمة بنت محمد بن سعيد آل عزان. مزنة بنت سعد بن سعيد الجديدية. سناء بنت علي بن سالم البلوشية. وجد بنت أحمد بن سعيد الرواحية. أميمة بنت محمد بن خلفان الردينية. شيماء بنت محمد بن حميد الطوقية. جواهر بنت خلفان بن سعيد السلمانية. حنين بنت راشد بن سليمان الشكالية. انتصار بنت شجاع بن ماجد السبيعي. عائشة بنت سالم بن سيف الضامرية. خلود بنت عبد الله بن سعيد الجهورية. ريان بنت إبراهيم بن خلفان الحضرمية. سهى بنت بدر بن عبد الله العامرية. ريم بنت راشد بن عبد الله بن راشد الزعابية. منى بنت إسماعيل بن باقي الأسدي. هدى بنت سعيد بن ثاني العامرية. تقوى بنت ناصر بن صالح الهاشمية. ذكرى بنت علي بن عيسى الزجالية. أفراح بنت خلفان بن محمد العبادانية. مآثر بنت عبد الله بن إبراهيم العرفاتية. مليحة بنت سلطان بن علي البوسعيدية. سراء بنت حاتم بن محمد المزروعية. أمواج بنت أحمد بن سعيد علي بدر الكثيرية. والآن ندعو الأستاذ الدكتور إيهاب محمود حنفي رئيس قسم التصميم فليتفضل مشكورا.
خريجات قسم التصميم للعام الأكاديمي 2022-2023، بكالوريوس التصميم الداخلي الأولى على التخصص سارة بنت عبد الله بن سيف المقبالية. نور بنت محمد بن سعيد السيفية. نور بنت طاهر بن علي مقابل. فاطمة بنت حميد بن علي الفيروز. رقية بنت خميس بن محسن الرحبية. فاطمة بنت خميس بن سالم الكعبية. أسماء بنت خليفة بن سالم الغافرية. بكالوريوس التصميم الجرافيكي الأولى على التخصص أميرة بنت محمد بن عقيل با عمر. بلقيس بنت عبد الله بن مهنا الهنائية. الشفاء بنت خلفان بن عبد الله البراشدية. سالي بنت سالم بن عبد الله الراسبية. أشجان بنت خلفان بن سيف البوسعيدية. مروة بنت حمد بن سالم الهنائية. مريم بنت عبد الله بن سالم الشبلية. فاطمة بنت حسنين بن تقي القبطان. بلقيس بنت حمود بن سالم الوهابية. وضحى بنت أحمد بن مبروك الخروصية. آمنة بنت علي بن سعيد البريكية. مروة بنت حمد بن سعيد الرجابية. مريم بنت محمد بن خميس السيابية. بدور بنت سالم بن فايل المسكرية. آمال بنت سالم بن عبد الله الحديدية. نادية بنت سالم بن سيف الخميسية. كوثر بنت ناصر بن محمد العزرية. عهد بنت عيسى بن محمود الرئيسية. ميثاء بنت مبارك بن حارب الفزارية. شهد بنت سالم بن خلفان الأنصارية. ماجدة بنت سعيد بن مبارك المشايخية. خلود بنت مبارك بن حميد القنوبية. شمسة بنت سالم بن راشد الخنبشية. سالمة بنت خلفان بن راشد الفراجية. شريفة بنت عبد الله بن سيف الوهابية. هدى بنت خلفان بن راشد الشكالية. أسماء بنت محمد بن صالح الهادية. طيبة بنت ناصر بن جميل الرشادية. هاجر بن جمعة بن مبارك السعدية.
صفية بنت محمد بن عبد الله الجابرية، جواهر بنت هلال بن عبد الله الخميسية، نعمة بنت غريب بن بطيل كيومية، دبلوم التصميم لجرافيكي يقين بنت هلال بن محمد الشامسية، ماجدة عبد المعين فاضل، بشرى بنت خلفان بن سيف الحضرمية، أمنة بنت حسين بن عقيل آل حفيظ، سارة بنت راشد بن سند الحاتمية، روان بنت سعيد بن مسلم المياحية، والآن نبقى مع استراحة قصيرة. إلى أسمى آفاق المعالي نسبح بكم لتحقيق طموحات المستقبل الواعد، حتى يكون الحلم حقيقة والمستقبل واقع نعيشه من أجل خدمة بلادنا عمان الماضي والحاضر والمستقبل، ليعيش بداخلنا حب الوطن ولتحقيق نجاح يتلوه نجاح لرفع راية عمان عالية خفاقة. كلية الزهراء للبنات صرح تعليمي شامخ ومنارة للعلم، تأسست منذ 1999 للميلاد لتكون سفيرة في طريق النور لمستقبل أكثر ازدهاراً. نحن هنا في كلية الزهراء للبنات عملنا جاهدين ومثابرين من أجل تحقيق الأهداف الطموحة، فقد أطلقنا استراتيجية التخطيط والتطوير الوظيفي لكلية الزهراء للبنات التي تعمل كإطار لتقييم الموظفين وتطويرهم وتحديد مسارهم الوظيفي لضمان موائمة موارد الكلية مع أهدافها الاستراتيجية وتوجيه الكلية إلى أنشطة التطوير المهني. لذلك دشنت الكلية برنامج تقييم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية من أجل إنتاج جودة عالية من التعليم والتحسين المستمر لدفع عجلة التعليم نحو الأفضل، كما يأتي تدشين برنامج متابعة الإرشاد الأكاديمي بالكلية ضمن تنفيذ فلسفة التدريس التي تبنتها الكلية والقائمة على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث يتيح للطالبة متابعة خطتها الدراسية وسير تقدمها في كل فصل دراسي بتوجيه وإرشاد من مرشدها الأكاديمي. كما وأن كلية الزهراء ستطلق استراتيجية الزهراء للخريجات، والتي ستقوم على تأسيس ثقافة فريدة من نوعها للتواصل والتفاعل مع الخريجات، سيتم عن طريقها تفعيل قسم شؤون الطالبات وقسم التدريب ومتابعة الخريجات من خلال توفير منصة لتواصل الخريجات مع الكلية ومع بعضهن البعض، مما سيساعدهن على تبادل الرؤى والتجارب والخبرات وتوفير فرص للتطوير المهني. كما تعكف الكلية على تأسيس مركزين مهمين سيساندان الكلية وسيشكلان اللبنة الأساسية لكافة عملياتها في المستقبل، وهما مركز التميز الأكاديمي ومركز التميز الطلابي لمهارات المستقبل، اللذان يعتبران جزء لا يتجزأ لتحقيق الغايات المنشودة للكلية. والجدير بالذكر أن كلية الزهراء حصلت على الاعتماد الأكاديمي الذي صدر عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم باعتبارها متوافقة مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي. ولا شك أن هذا الصرح العلمي الشامخ يسهم في رفض سوق العمل بأعداد من الخريجات المتسلحات بالعلوم والمعارف التي تخدم مسيرة هذا الوطن الغالي نحو مرافئ التقدم والرخاء. قسم اللغة الإنجليزية وأدابها فلتتفضل. مشكورة. أهلا
خريجات قسم اللغة الإنجليزية وآدابها للعام الأكاديمي 2022-2023. بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة الأولى على التخصص من إيهاب بدر الهنداوي. عائشة بنت مسعود بن مصبح الحبسية. زليخة بنت محمد رفيق الزدقالية. الشيماء بنت سعيد بن بطيس سكيتية. آية رائد سالم أبو عواد. حقوق بنت خليل بن فايل السنانية. زوينة بنت جابر بن عبد الله الرواحية. سهى بنت حمود بن خميس العلوية. سارة بنت محمد بن عبد الله اليحيائية. عليا بنت محمد بن سويدان الخزيمية. جهينة بنت سعيد بن حميد الشبلية. تسنيم بنت ناصر بن سليمان الحسنية. زمزم بنت وليد بن رمضان البوسعيدية. نورة بنت عبد الله بن ناصر المخمرية. شوق بنت محمد بن سعيد المعمرية. بيان بنت راشد بن خلفان الفورية. آثار بنت محمد بن حميد الهادية. بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها الأولى على التخصص فاطمة بنت يوسف بن حسن البلوشية. نرمين بنت حمد بن عبد الله البحرانية. فاطمة بنت خميس بن مصبح الشبلية. سارة بنت حمد بن خميس البلوشية. حياة بنت جاسم بن حمد العامرية. شيماء بنت حامد بن علي العنبورية. جهينة بنت أحمد بن حمد البراشدية. سمية بنت خميس بن محمد اليحمدية. نوف بنت علي بن سالم الغافرية. وجدان بنت ساعد بن خلفان الشبيبية. شذا بنت سالم بن سعيد الساعدية. أسماء بنت محمد بن راشد الخمياسية. حمدة بنت سعيد بن محمد العيسائية. انتصار بنت ناصر بن سالم المعمرية. شيخة بنت محمد بن علي البلوشية. غيثة بنت سالم بن سعود المنورية. سارة بنت راشد بن سالم البلوشية. شيخة بنت سعيد بن ماجد السريرية.
شمسة بنت سعيد بن علي العويسية، ملاك بنت أحمد بن عبد الرحيم البلوشية. مريم بنت سيف بن أحمد المحروقية. تيسير بنت مرهون بن حمد العلوية. نور بنت محمود بن محمد الفارسية. ذكرى بنت ناصر بن عبد الله الهلالية. منى بنت راشد بن سعيد المنورية. حنين بنت محمد بن سالم الجهورية. شذا بنت عبد الله بن محمد البرطمانية. هاجر بنت سلمان بن صالح الحطالية. سمية بنت محمد بن حمود المسكرية. مريم بنت راشد بن علي الجابرية. بلقيس بنت عامر بن علي الهنائية. زهرة بنت حمد بن مبارك الجلندانية. عزة بنت سعيد بن علي الجردانية. أمر بنت هاشل بن سعيد الهنائية. دبلوم اللغة الإنجليزية وأدبها. آمنة بنت إسماعيل بن محمد بن آدم. سلسبيل بنت محمد بن سعد بالحاف. الزهراء بنت خلفان بن عبد الله البلوشية. حنين بنت خالد بن علي الجردانية. والآن ندعو الدكتور حمد الحجري مساعد العميد للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات فليتفضل مشكورا. خريجات قسم تكنولوجيا المعلومات للعام الأكاديمي 2022-2023، بكالوريوس علم هندسة البرمجيات الأولى على التخصص روضة بنت علي بن سعيد الغيلانية. هبة بنت علي بن صالح الصبيحية. تسنيم بنت راشد بن أحمد الشيبانية. أمل بنت سليمان بن جديل العامرية. بكالوريوس علوم الحاسوب الأولى على التخصص الزهراء بنت سعيد بن عزان الأغبرية. ماريا بنت يوسف بن حسن البلوشية. الزهراء بنت خليفة بن عبد الله السيابية. سميرة بنت مصبح بن محمد الحسنية. بشرى بنت قاسم بن خلف السعيدية. العذراء بنت سالم بن علي الحارثية. عهود بنت عبد الله بن سليم الرشيدية. ريم بنت ناصر بن سالم المالكية. عهود بنت سعيد بن سالم المالكية.
ياسمين بنت مسعود بن راشد الذهلية، فاطمة بنت سيف بن عبد الله النعمانية، وجداب بنت سليم بن مبارك السعدية، مها بنت محمد بن ناصر الحضرمية، دبلوم علوم الحاسوب زيانة بنت خميس بن علي العنقودية، امتثال بنت جمعة بن عبد الله بني عرابة، إسراء بنت سيف بن محمد الهنائية، والآن ندعو الدكتور رأفت البطاينة رئيس قسم العلوم الإدارية والمالية فليتفضل مشكورا. خريجات قسم العلوم الإدارية والمالية للعام الأكاديمي 2022-2023، بكالوريوس إدارة الأعمال الأولى على التخصص هدى بنت ناصر بن سعيد الشهومية، دعاء بنت وليد بن رمضان البوسعيدية، فاطمة بنت سعيد بن سيف الهاشمية، وفاء بنت جمعة بن المر الزيدية، أروى بنت فؤاد بن عبد الله الحارثية، صفاء بنت خميس بن هلال الشريانية، جوخة بنت منصور بن سالم السريرية، ضياء بنت سلطان بن سالم الناصرية، زوينة بنت غريب بن ناصر الحراسية، دبلوم إدارة الأعمال شيخة بنت هلال بن علي الكلبانية، هاجر بنت حمد بن حمدان الحارثية، جميلة بنت هاشل بن راشد الرشادية، بكالوريوس المحاسبة الأولى على التخصص أميمة بنت خليفة بن سليمان الهنائية، أحكام بنت عامر بن سعيد الهنائية، فاطمة بنت إسماعيل بن سعيد البلوشية، مروى بنت سعيد بن ناصر السيابية، أميرة بنت محسن بن علي المهرية، زينب بنت محمد بن فاضل التميمية، بدرية بنت بن سالم بن مبارك الجردانية، دبلوم المحاسبة مروى بنت عمر بن سليمان الزجالية، زينب بنت سعيد بن سليمان الرحبية، بشاير بنت خالد بن سالم الخوالدية، بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية الأولى على التخصص زينة سعدي عباس الأسدي، آية بنت زاهر بن حمد الأغبرية، نور بنت عبد الله بن محسن الجابرية،
بنت إسماعيل بن ناصر الصالحية. طيف بنت سعيد بن سالم العلوية. علا بنت فهد بن علي الريامية. دعاء بنت سليمان بن سعيد السيابية. أدعو رؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالتقاط صورة تذكارية مع راعي الحفل، فليتفضلوا مشكورين. حفلنا الكريم، وفي ختام هذا المساء المنير بزهرات كانت من بذور النور، نتقدم بشكر لكل من ساهم في غرس تلك البذور، والشكر موصول لكن أيتها الخريجات، وهنيئا لكن هذا الفرح الكبير، الفرح الذي يحدوه طريق النجاح والعلا، يجعل نفوسكن ترتعش بهجة وسعادة، ونسأل الله أن يكتب لكن الخير وأن يكلل نجاحاتكن بنجاحات كبيرة ونهاية مشرقة ترسم على وجوهكن آيات الفرح ونسائم السعادة. أيتها الخريجات، سعيدة هي المساءات بكم، فخور هو حفلنا بحضوركم، متزاحمة المشاعر ما بين فرحة خريجة وفخر أهل وتشريف لكلية، وكلنا فخر وامتنان من هذا المنبر ومن على هذا المقام بانتهاء هذا الحفل. هذه الحياة تفتح لكن آفاقها وتأذن لكن بأن تؤدين الأمانة التي تحملنها على عاتقكن، فالآمال أنتن والمستقبل بين أيديكن، والأرض الطيبة لا يخرج منها إلا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.